السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة مهم بزاف، وهو موعد ديال التزاوج، افضل موعد ديال التزاوج ديال الارانب. هو عموما الارانب في فصل اللي كيكون بارد، الفصول اللي كيكون في البارد يعني الخريف ولا الربيع ولا الشتاء، يكونوا يعني متأهبين انهم يولدوا بدون مخاطر. اما في الحقيقه فصل الصيف ما ننصحكمش انكم تزوجوهم، يعني حاولوا انكم هذوك المرحله تعديوها، لان كيطراو بزاف ديال المشاكل اللي هي يقدروا يكونوا ذوك الاجنه كيموتوا في الكرش، او واخا كيتولدوا كيتغلبوا بالحراره، ماشي بحال هكا في هذا العمر، هكا نقولوا واحد شهرين ونص ولا 3 شهور. الى كما كتشوفوا هنايا، انا دابا درت لهم واحد الحمام في فترة الظهيرة، ها هما كتحسوا بهم ما كينهتوش بزاف، ها هما كيبانوا طبيعيين. بالنسبة للتزاوج، أنايا كنصح كل مربي أنه هاد الفترة هذه يدوزها، يضرب حسابه باللي التزاوج كيكون من بعد واحد شهر، بحال من شهر 8 يحاول أنه يزوجهم، باش في شهر 9 الأخر ديالو ولا هادي يقدروا يولدوا. وعموما في الفصل البارد الأرانب كيولدوا بطريقة طبيعية، أما في فصل الصيف في الحقيقة أنا لا أنصح إن المربين ديال الأرانب أنهم يديروا، لأن كيكون ضرر على الأمهات وكيكون ضرر حتى على الصغار ديال الأرانب. إذا هذه الحلقة تكلمنا فيها على موضوع سهل في الحقيقة لأي مربي يقدر يتجاوز هذه المرحلة ديال الصهد وديال السخونية. إلا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة ديالي ودعمونا، راه القناة ديالي بدات كتشهر، إن شاء الله مواضيع جديدة إن شاء الله. ضغطوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد إن شاء الله. وأنا في على كنتسنى التعليقات ديالكم، الحقيقة تعليقات مزيانة، وكنرحب بكم في أي وقت إن شاء الله. إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.